بهذه الأجواء احتفل مركز فسحة أمل التابع لجمعية البر والخدمات الاجتماعية في القامشلي بتخريج 40 سيدة وفتاة. اتبعنا دورات تدريبية في الخياطة والإسعافات الأولية والحلاقة النسائية والحاسوب. هو امتداد لمشاريع كانت مدعومة من المنظمات الدولية، كان هذا تحت اسم مساحات آمنة مدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشكورين. لكن جمعية البر والحمد لله دائما لها الأثر الاستدامي في مشاريعها. انتهى مشروع، انتهى التعاقد مع المنظمة، لكن الأثر الاستدامي موجود، وهذا أكبر دليل. نحن الآن عم نخرج دورات لنساء وفتيات عم يتدربوا عنا في المركز اللي سميناه هو فسحة أمل. نحتفل بتخريج دفعة من الفتيات والنساء في مركز فسحة أمل للخياطة والكوافيرة والكمبيوتر والإسعافات الأولية لتأمين فرص عمل للنساء والفتيات في ظل هذه الظروف والهجمة الكونية على سوريا، حتى تكون المرأة والرجل كتف إلى كتف لإنشاء عائلة صحياً وجسدياً ومادياً حتى يعيشوا لمستقبل سوريا إن شاء الله. نعطي فرص للبنات عشان هالدورات يعني كثير قوية. الجمعية هدفت إلى تعليم الفتيات لضمان حصولهن على حرف تمكنهن من مساعدة أسرهن والدخول بسوق العمل متسلحة بالمعرفة والمهارات التقنية.